لماذا لعن المسيح شجرة التين؟ لقد هاجم المسيح كل مظاهر التدين الخارجي العقيم وكل مظاهر الرياء المبرقع وعدم الإثمار الذي يعبر عن عدم الإيمان والكبرياء. في موسم الربيع في أيام الفصح عادة تخرج التينة لوقت مؤقت ولمدة قصيرة تين حلو يسمى الدفور أو الفج، لأن التينة كان عليها ورق كثير فمن المتوقع أن يكون عليها ثمر، فقال لها لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة في الحال. وقال البشير مرقس لأنه لم يكن وقت التين، أي المقصود الموسم الذي يبتدئ في شهر آب وأيلول في الصيف ويباع في الأسواق. قال المسيح لا يكن تين عليك إلى الأبد، في نفس سياق الحديث لدخول أورشليم لكي يطهر الهيكل أيضا. من هذا نتعلم أن للمسيح سيادة وسلطان مطلق كامل على الطبيعة، فهو الخالق، فهو الذي أعد مثلا اليقطينة لتكون ظلا للنبي يونان، وهو الذي أماتها في يوم واحد. المسيح لا يهتم في المظهر لكن في الجوهر، لا في الشكل الجميل الخارجي كورق التين بل في الثمر. عدم الإثمار هي مشكلة حقيقية للرب. كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. الغير مثمر يعطل عمل الرب ويعيق التقدم. كانت أورشليم جميلة والهيكل جميل وكل شيء جميل، لكن بدون ثمر، عقيمة فارغة، مظاهر تدين باطلة. أراد المسيح أن يعلم عن قوة وعمل الإيمان. بالإيمان ننقل جبال ونحقق مقاصد الله، ونستطيع بالإيمان أن ندعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة. ليست المشكلة في التينة، فهو الرب والسيد يخلق وأيضا يستطيع أن يميت التينة لو أراد. كان العديد من اليهود عندهم الإيمان التقليدي لكن ليس الإيمان الذي يشغل ويفعل لأن يفعل الله شيئا من خلالنا. فبالإيمان نستطيع أن نرى أمور أعظم. علم المسيح عن قوة الصلاة لكن لها شروطها، فينبغي أن تكون بإيمان وبحسب مشيئة الرب ولمجده، ثم أن نمارس الغفران بحسب سياق الحديث في مرقس 11. في هذا الأسبوع الأخير لم يجد الإيمان في أورشليم، بل بالعكس وجد الرفض وعدم الإيمان وكل مظاهر الرياء والاستغلال الديني. كانوا كجسد جميل لكن بلا روح. نفس الشيء الرب يطالبنا أن نعيش إيماننا ونشهد عنه ونتحول من المسيحية الإسمية العقيمة إلى حياة فياضة وفضلة مليئة من الروح القدس، ونعكس شخص المسيح فينا فنثمر لمجده، فنكون قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا، فتظهر حياة المسيح فينا. السؤال: هل أنت مثمر؟ هل يرون أعمالك الصالحة؟ هل تربح ناس للمسيح؟ هل تعيش بأمانة وإخلاص للمسيح؟ أم توجد تزييفات كثيرة في حياتك؟ مجرد أوراق تين جميلة؟ هل فيك يرون يسوع؟ إذا فشلت فتعال ابتدئ من جديد. اسمح للمسيح أن يملك على حياتك، والرب يباركك.